السلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم مرة أخرى. شفتوا هذاك الفيديو دابا اللي نشرت؟ هذوك اللي كيسميو راسهم جمهورية الريف، بحال ديك جمهورية القياطن ولا الجاج، غير هذوك عايشين في القياطن ولا الجاج، والاخرين عايشين في اوروبا، عايشين ب بيزالوكاسيون فاميلي، عايشين على ظهر الاوروبيين وباغيين غير كيديروا جمهورية الريف، في حين ان ريافة المغاربة، لان المغاربة هما ريافة وريافة هما المغاربة، لان ريافة الامازيغ ريافة هما المغرب، هما اصل المغرب، يعني ان المسألة فيها كثير من العبث وقلة الحياة والخيانة والعمالة. الرجل طويل وعريض، تصور ان بنادم طويل وعريض وراسه كبير وحمار، شي الفورمه ديال الراجل، الفورمه ديال الراجل، تصرفات ديال الحمار ديال الغبي. هادو عملاء ديال الجزائر، لان لاحظتوا الاخوان اخوات الخطاب اللي كيرد ديال الجزائر. تصور ان ريفي، حيت ريافة احنا عندنا في المغرب، ريفي راه مثال للرجوله، مثال للوطنيه، مثال للشجاعه. تصور هذاك ولا راسو ريفي، طوله وفورمه وراسو كبير، يتحكم فيك جزائري، انت كتقول راسك ريفي وتدعي انك ريفي، ويجي جزائري يخدمك الجزائري يا صاحبي، كبران يسخرك. من الخطاب اللي ردت ديال الجزائر، مسألة ديال المساعدات الشعب، لأن هذا الخروج ومازال غيخرجوا تلك مرتزقة الجنوب، حتى هما غادي يخرجوا شي وحدين، لأنهم كلهم خدامين عند كبرانات الجزائر. غادي يخرجوا لأنهم هذا سبب الألم، الصفعات اللي كلاها النظام البخروبي العفن الجزائري في القضية ديال الزلزال، قال لك الموت فينا وفيكم الفزع، قاتلكم الله ما أوسخكم. حنا اللي ماتوا إلى الناس، حنا اللي عندنا الجرحى، حنا اللي ربوا لنا الديون، حنا اللي تأذينا في قلوبنا، وانتم فيكم الفزع، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس اللي ضربهم الزلزال الآن دايرين شنو نقول لكم، محتفلين، دايرين الشوا ودايرين السكسو وفرحانين ومآمنين بقضاء الله وقدره. يحاولوا الناس مشاو لهم والديهم، مشاو لهم ولادهم، مشاو لهم رزقهم، مشاو لهم زوجاتهم، ويحمدون الله تعالى سبحانه ومآمنين بقضاء الله، وبصبع الزرق ضروا قلبه. شوفوا المفارقة الغريبة، هذي الموت فينا وفيكم الفزع، هذي خلاها الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي. فعلا الموت فينا وفيكم الفزع، قاتلكم الله ما احقركم. هما دابا جمعوا ديك الزباله ديالهم اللي كيدعوا انهم ريافه، واكيد ماشي ريافه، غتلقى شي واحد منهم، ولكن دوك كلهم اللي هذوك الرايات لا علاقه لهم بالريف، لان الريفي المغربي ما غيرضاش يعيش في دويله صغيره. الريفي المغرب ديالو كله، الريفي اللي يعني الامازيغي، الامازيغي ما كيعيش في دويلات صغيره، الامازيغي ما غيقبلش يعيش في دوله صغيره، حيت ملي كتهضر مع ولا الريف كيعطيك واحد الجغرافيا كتطلب الضحك. المهم ما ندخلش في هاد التفاصيل، غير باش تعرفوا ان الالم الذي اصاب الكبرانات تلقاو في هاد الحاله دابا اش كيديروا، تقول يا ربي عطينا الزلزال، ما كرهوش الزلزال. دابا النظام الجزائري يكون عرف دابا راه مشاش على العافيه في القبائل، ما كرهوش يديروا شي صلاه الاستنزال او صلاه الزلزال باش يضربهم الزلزال، ما كرهوش يضربهم الزلزال. ويلي فيضانات في ليبيا وزلزال في المغرب، وحنا الخلع والله ما كرهو، والله ما كرهو يضربهم شي زلزال دابا ولا شي فيضان، غير باش يقولوا حتى حنا ما كرهوش، لان كيقول كل عدو ترجى صداقته الا من عاداك عن حسد. هاد الناس يقتلهم والحسد، الحسد ياكل قلوبهم، كينهشهم الحسد، ينهشهم الحسد كما تنهش الدود الجيفة، كما كيدير الدود الجيفة
شي اللي كيديروا الحسد في قلوبهم. الناس كتحسدك، حسدتك على المونديال، وحسدتك حتى على الزلزال، حتى على الألم الذي تعيشه حسدك عليه. وزاد حسدهم وغلهم من شافوا الوحدة الوطنية، اللحمة المغربية من الريف، والريفية تتحدث بالأمازيغية بتاريفيت، وتتضامن مع الأمازيغية في جبال الأطلس الكبير التي تتحدث بالأمازيغية بتشلحيت. ثم تأتي الأمازيغية من جبال الأطلس المتوسط وهي تتحدث بالأمازيغية تمازيغ ديال الناس ديال الخميسات وديال الناس ديال الصفرون، الناس ديال حتى الناس ديال قبائل النوارين، وهي تتضامن مع أختها هناك في الأطلس الكبير. وزيد على ذلك الجزء العربي من هذا الوطن اللي اسمه المغرب بأمازيغه وعربه وأفارقته ويهوده وكل من حل على هذه الأرض وآمن بتمغربيت. والله إنهم يتألمون أكثر منا، والله إن النظام الجزائري وزبانيته من الشعب الجزائري وهم أكثرية، والله إنهم يتألمون أكثر منا، نحن الذين ضربنا في أكبادنا. وديهم خرجوا الزبالة اللي كيسميو راسهم جمهورية الريف، وخرجوا كيلبحوا كيلبحوا من قوة الألم، وغادي يخرجوا الزبالة الأخرى، لأن الفلوس أموال بوصبع زرق اللي خصو يبنوا بها البلاد أو ما كيعطيوها البوزبان الخونة العملاء الذين لا يعرفون أن الريافة راهما المغاربة وأن المغاربة هما الريافة، ولا يعرفون هؤلاء الأغبياء أن من يسير العملية الآن للإنقاذ وزير الداخلية الوافي لفتيت أمازيغي ريفي، وأن هذوك رجال الإنقاذ كلهم اللي كاين تما فيهم واحد عدد كبير من الريافة في الجيش وفي الدرك وفي القوات المساعدة وفي الوقاية المدنية أبناء الريف الكبير والريف العظيم، أبناء الريفيات الحرات. أما أنتم فأنتم مرتزقة، وأنتم أحط المرتزقة، شنتما أقل مرتزقة في العالم هما أنتم. علاش؟ لأن أنت ماشي ريفي، الريفي اللي عنده النفس ما يرضاش بوصبع زرق اللي كان عنده في فترة الاستعمار كان كيوكلو يجي دابا يسيرو. الريفي ما يرضاش، الريفي الحر ما يرضاش يخدمو الجزائري. لكن تاريخ، تاريخ يا الخونة، أحفاد محمد بن عبد الكريم الخطابي مولاي محمد الله يرحمه ما يرضاش أنه يكون عميل عند أرخص مخابرات وأوسخ مخابرات في العالم. خدمك من هو أقل منك صاحبي، شيء من الأنفة صاحبي، شيء من تاريفيته صاحبي، شيء ديال العزة والكرامة ديال الريافة. الريافة ما كاين، ما كاين الأرض ما قابلها، ما قداش عليهم بعزة النفس اللي فيهم. سيرك جزائري يخدمك جزائري ويقولك جمهورية الريف، علاش ما تقولش لي جمهورية القبائل؟ هذوك ماشي مزيغن، هذوك ماشي خوتنا حتى هما. إيه قلتي لي باغا دير جمهورية الريف، شكون اللي أولى، جمهورية الريف ولا جمهورية القبائل؟ أنا عارفك راجل حر، عارفك أنت ولد الريفية حرة زي غير تترك الريفية وتدعي أنك ريفي وبزاف عليك ريافة. فهم أهلنا وأنا بعدا ونسابها أصهارنا ما عرفوهمش كيش كيسواهم. يقول لي، يقول لي ذاك البوصبع زرق اللي مخدمك ماذا عن قبائل جمهورية القبائل؟ 12 مليون مهمشين مقهورين كل مرة كيتحرقوا بالنار. واش كتعرف أن الموت في الزلزال أرحم من الموت حرقا، أن الله سبحانه هو الذي اختص بالعذاب بالنار. تصوروا أن إنسان يموت وهو يحترق، شتي الموت تحت الركام أرحم من الموت حرقا، لأنك كيهبط عليه الركام كيخلقو كيموت. أما الذي يموت حرقا فهو كيتعذب وكيموت. أكثرية نبذة النار من التحت يحرق وهو حي. إذن إخوان أقول لهؤلاء المرتزقة، المغرب كبير وأثبت المغاربة من الحسيمة والسعيدية، من السعيدية الناظور الحسيمة طنجة، خوتنا طنجاوين قبائل جبالها مش متخلطش عليها،
إلى أقصى الصحراء المغربية وطن واحد. والله لقد مسحوا بكرامتكم الأرض وأهانوكم أمام العالم، راكم كتطبلوا في الماء. تحية عسكرية غنديرها باش تجي مزيانة، تحية عسكرية لخوتنا اليافا وخوتنا صحراوة وباقي المغاربة على الروعة الروعة. أقول ما قيش مفردة أكثر من أن أقول الروعة في الإنجاز، الروعة في المبادرة، الروعة في الرد السريع والإسراع. الناس كما قال أستاذنا المحترم سي عبد الرحيم منار السليمي، الناس تهرب من مكان الزلزال والمغاربة هبوا إلى مكان الزلزال، شيء لا يقبله العقل. يا المرتزقة يا العملاء يا الخونة، كنت أقول أنكم إلى مزبلة التاريخ، ولكن عفوا لا تستحقون حتى مزبلة التاريخ، لأن مزبلة التاريخ شكون اللي فيها؟ فيها هتلر وفيها موسوليني وفيها نيرون وفيها هرقل وفيها فرعون وهامان، ما تستحقوا تجلسوا مع هذو. أنتم إلى مزبلة بلا تاريخ. سلام عليكم.